وقع في شر أعماله، أنا أتكلم من واصل. هو في البيت يتكلم من أنت لسه بتتكلم من ليه؟ ما كنت في البيت، كنت في المكتب يا جدي. في المكتب مش في واصل؟ بس يا جدي أرخص. واصل مجاني، أقول ليه أرخص؟ لكن أنا كنت في مكتبنا في بورسودان. في الأبيض، في مدني، في بورسودان، الكلام من واصل لواصل بالمجان. كلم أهلك وحبانك مجانا داخل شبكة واصل بجميع أنحاء السودان، في البيت، في المكتب. واصل من ثابت مكتب. ثابت مغطينا.